السلام عليكم. اول حاجه يعني زعما محتاج يعني تعريف الاسم ولا عرف والله كلشي كيعرفك. غادي نبداو بالسؤال الاول اللي ربما بزاف ديال لي فان كيسولوا هذا السؤال. علاش الياس حبس اللايف ديالك؟ اولا السلام عليكم. كنت باغي نقول زعما الاسم ديال القناه ولا الاسم ديال الراديو اللي استضافني، ولكن حتى واحد من هادو ما قدر باش يجي دي بلاصه عندي. ما الصديق ديالي ديما كيكون معايا وراه عارف اش كاين. بزاف ديال لي راديو بزاف ديال البرامج كيبغيو يجيو يديروا بودكاست معايا، انا كنقول لهم راه ما نقدرش ننتقل، ماشي من اجل خايف من هاد المدينه ولا من اجل خايف يطرى ليا ولا يطرى ليا انا. هذا الهام كينزل في السطح كنطلع نشقمو. بغيتي تجي عندي للسطح تسجل معايا فابور. شوف انا راه ما كنطلبش فلوس، ربما ام اف ام واحد الراديو دوا معايا قال لي 3 مليون. انا ماشي من اجل داك البلان ديال راه الفلوس ولا انا، راه غير الهام كينهبط عندي. لا داز فيلينغ بيناتنا، راه نخدم مع خويا مرحبا، واخا تفرش ليا في حصيره في السطح ونجي ونسجل معاك وما كاينش المشكل. السؤال الاول ما جاوبتيناش عليه، علاش الياس حابس لايفات؟ الياس علاش حابس لايفات؟ هذا السؤال اللي كيطرح عليا ملي كنخرج وبزاف د الحوايج وما كنعرفش اجابه ليه. ما مازال ما باغيش نقول علاش انا حابس، ولكن مع الوقت غتعرفوا. شحال اللي كنقولوا دابا كنتي غادي ب 100 تخلط لك الزيت مع الماء، طراولك مشاكل لايف وليتي كطلقو كطلع لك فيه 19000. ها اللي جاي لك من تيك توك، ها اللي جاي من نجم الساعة، اللي باقي ما كيعرفكش تيسولهم تيقول لهم شكون هذا. انا ما باغيش هاد الفوضى، باغي نغبر باش يبقاو اللي كانوا اللي ما عارفش يمشي في حالاته. ما عندي ما ندير بهادشي، حيت انا اصلا ديجا الانستغرام ما كندخلش منه فلوس. انا راه غير كنطلق لايف كنضحك كنهبط، غير الا كان شي اشهار ديال وان اكس بيت ولا ديال لينابيت شركه ديال السياحيه الصديق والاب ديالي السياحيه خيره سابق عليا على اي حاجه زعما بالخدمه ديالي انا وبالترجليد ديالي. حيت فاش كانت كتجي عندي وان اكس بيت كتقول لي خدم معنا، كيجيو بالطنوبيل للدار، الياس خدم معنا 14 مليون هكا، نقول لهم لا انا بادي مع السياحيه مشروع اللي ما نقدرش نخونه. تحياتي للسياحيه. السؤال الثاني، امتى بديتي هادشي؟ يعني انت اطلقتي اول لايف ربما باقي عاقل على اول لايف، يعني امتى بديتي الوقت؟ قبل الكورونا ولا حتى من بعد؟ لا شوف، في الكورونا انا كنت ممساليش، كنت كنكون شاد التليفون ولكن في واحد العالم اخر. في الكورونا كنت كنعرف واحد السيده كتكون في فرنسا في مونبولي، لي ديما كنطالق انا ويا لايف، فهمتي؟ ديما طالع السطح داوي معاه وبعيد على هذو اللي كيعرفوني دابا وبعيد على بزاف الحوايج بيني وبينها. ورا الكونفينمو تفارقت معاها، قال لك خوها ما بغانيش، هو كيبيع الحشيش في مونبولي وما عرفتش انا مالني انا غا هنا، انا خاصني ما نبغيهش. من بعد صافي مشات تزوجات، وهي فاش اضطريت باش ندخل لهذا المجال ديال السوشيال ميديا، حيت انا كنت كنتابع من بعيد وكنت كنشوف. هي تزوجات وتهنات وان الياس في السطوحات سمعتي. وصافي من بعد ما بقاش عندي، حيت بسببها حبس كرة. الحلم اللي كان عندي هو كرة القدم بسببها. انا كانت عندي شحال من فرقه كتمشي لها البركان، كنت غادي الكوكب، كنت غادي الفاس، شي فرق اللي باغيني. قلت لها انتي، قلت لها تيك تشوفي ها كوره ولا مونبولي. قالت لك لا انا الياس معاك ما نخليكش. مني مشات كوره مشات عليا، وانا تلاحيت لهذا المجال في ديك الحقبه ديال الملولي. عرفتي انا ديك الايامات ملي كتبان لي الفلوس او وانا الذكاء اللي عندي كامل، وانا نتلاح في كسيدات انا معاهم، وليت خدام في هادشي ديال السوشيال ميديا. والحمد لله دابا راه الحمد لله. واش دخلتي على شي هدف؟ انت حققت شي هدف مور هادشي ولا يعني واش عندك شي هدف مور هادشي؟ لا لا، الهدف كان هو بعد الفلوس يكون عندك باش تشري، يكون عندك باش تجمع، باش مثلا تسافر، باش دير بزاف د الحوايج. هذا هو الهدف، اما ما كاينش شي هدف من هادشي زعما. اللي وسميتو القضيه ديال تويتش، يعني كلشي باغي يعرف امتى غادي تبدا في تويتش. تويتش ولا نيمو؟
حيت دابا انا على ما عرفت قالوا لي تويتش كانوا دايرين لهم البادج بحال داكشي ديال تيك توك غير المدعمين كيصيفطوا لك فهمتي. نيمو كانوا دايرين كونطرا، انا كنت غندخل نيمو شويه ملي بغيت ندخل حتى نيمو حتى هما داروا كونطرا، ودابا راه كيبان لي البيسي اصلا انا باقي ما خديتوش، نقدر نوقف هادشي ونبيع هاد البيرو والكرسي اللي خديت. اش ما يمكنش انا باش نجي واحد مسكين واش حنا مقاتلين معاه ما يجيو يتفرجوا فينا تم صحاب نجمه سته كيغوتوا دايرين عليا حمله عاد اش بقى ليا يصيفطوا تا راه كان يدخلوا بعدا غيدخلوا يتفرجوا بقى صيفط اش يصيفطوا لك تويتش واش درتي يعني على قبل الفلوس ولا بغيتي تبدل البلان يعني فكرك من اللي جات واش لا تويتش بغيت ارتاح به يعني بغيتي تبدل البلان وصافي ماشي بغيت نبدل البلان بغيت نرتاح عييت فهمتي باش يوميا اللايف يوميا الافكار يوميا 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 راه شي حاجه صعيبه صح فكرش شي نهار حبس زعما هادشي صافي رجع لحياتك العادية يعني بلا لايفات لا صعيب 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 ولكن ما عمر شي نهار جات زعما شي فكره لا دي كل ثانيه دابا كتجيني دابا نقدر هاد الانترفيو نقول لك هز سير حيد ما كاينش هادشي وش دابا كاينه حاليا كاينه هاد الفكره ولكن صعيب التطبيق سعيده صح صعيب التطبيق صعيب باش تتبعد بحال دابا انا دابا اول حاجه كطرى ليا هي ما بقيتش كنقدر ندوي مع الفرد حتى كدوي مع لايف مع 10000 مع 8000 دوي مع واحد فهمتي ولا عندي ولا واحد العالم موازي تصور معايا بعد المرات ملي كنبغي نرتاح كنطفي التليفون واحد السيمانه ما كنعرفش ما كنبقاش نعرف نعيش فهمتي ولفت التليفون سطوري معماعه مغيسه فهمتي لصقتي تما شوف كي دير علاش ما عندكش يعني علاقات مع الناس على انستغرام ولا روافه ولا فنانين ولا يعني كنشوفوا الياس ديما بوحدو يعني ما عمرو شي ستوري كامل شي يعني شخصيه يعني معروفه لا ربما مازال ما لقيت فهمتي ما اصلا انا اللي غنبرك معاه ما غنديرش معاه ستوري هذا اللي غنبرك معاه ما غنديرش معاه ديك ستوري انا اصلا يعني هادشي اللي تا كيبان في الاخر ديال هاد الشهر جاني واحد شوف مراكش 20 مليون باش نحضر انا كيفاش تخيلت راسي شفت راسي في وجه الزواق وبوصحاق شفت راسي في وجههم عرفتي ديك كتشوف راسك في وجه الحمار زعما انت كاين بو نشوف راسي في وجهه غنمشي عندك ما كاينش فيلينغ صح انا كنحضر دابا مع دراري في الاستوديوات وكنحضر البلانات وما ما بلا فلوس بلا والو ولكن كاين فيلينغ ما نعرفش نمثل ما يبداو يجيو يبداو يتصوروا معاك ستوريات انت كتقول تا فنانه فين انت باغي تسحق وما عالم اخر ما يمكنش شي واحد يعني واحد الهيت يعني ما تقدرش تمشي في الموجه ولا عيشة القطان تاخذت انا عيشة القطان القطان هو اللي ما غاديش يغادر السفينه اللي وصفتها انا ماشي كنشوفها من الفوق انا لتحت هما اللي الفوق ما غادي يطيروا فهمتي انا كنشوفها شوف هاد القطان المغرب واخذو كمركب انا غنبقى فيه واخا يغرق بنادم واخا ما عادش ناوي يقولوا لي المدخل غنبقى في بيتي انا حتى طلع الماء فهمتي انا واخده هكا ما عندي لا صحاب لا والو يعني الحاجه اللي كتموتيفيك يعني كتخليك يعني تكمل طريقك واخا العراقيل واخا المشاكل شي حاجه كتموتيفيك في الحياه يعني مخليك تكمل يعني كيما نقولوا شي حاجه اللي مخليه فيك الطاقه يعني نخليها فيا الطاقه هي التويتش دابا غنديرو غنملو عاوتاني صافي فهمتي حيت الحياه هكذا خاصك تبقى تقلب على طاقات واش انت من النوع يعني اللي كيقلب على البوز وكيبغي يسوي لا 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 شوف الي سعيد اسمح لي نسولك واحد كيقلب على البوز ما غيكونش داير تيك توك غيكون ديرو ما غيكونش داير فيسبوك ما غيكونش داير لاشين كيلوح فيها يوميا ما غيكونش كيمشي عند بنادم الكازا كيمشي يبان مع رواب انا عمرك ما تشوفني مع شي رابور ولا شتيني كاين فيلينغ عرف الفيلينغ كاين الوسط بما انك جبتي الراب يعني بغيناك تذكر لينا اول مره سمعتي في الراب بالداريجه وشكون هو الرابور الاول اللي سمعتي يعني اول رابور سمعتي ولا اول ديسك سمعتي اول رابور سمعته هو البيك مغاربة الموت مغاربة الموت ما تشوف 2006 وكنت كنردو بحال هكا في الزنقة ملي كنكون غادي بلاي ندخل ماتش ليغا فالونس وغادي وكنت نسمع مغاربة الموت يعني البيك كيبقى البيك فهمتيني بحال اللي كتقول كانطونا ديال الراب فهمتي بقى واحد الانسان كيجيك الراب ديال دابا مقارنة مع 2017 يعني الفترة اللي تفرقع فيها الراب في المغرب كان كيبان لك نيفو يعني يجيك هذاك النيفو افضل من النيفو اللي دابا لا النيفو ديال شحال هادي ما
لما قال النيفو، شوف انا بالنسبه للنيفو جينيراسيو ديال البيغو ديال المسلم، انا بالنسبه انا باش نكمل لك هذه باش يفهموها، الجينيراسيو ديال البيغو مسلم وهذوك اللي كانوا سموا عليه وهذوك، هذيك بالنسبه لي انا هذيك ماشي جينيراسيو. علاش؟ حيت احسن بيف طرافيها هي ديال البيغو مسلم، كيتعايروا يعني ما عطاوش تراكات غير كيتعايروا. كانش شي جينيراسيو اللي فيها بزاف، كانوا ربما جوج يعني. اما دابا راهو كان يعني كي سولتك ربما على 2017 يعني كان بان رواق بزاف، بانوا تراكات تلاحوا بحال ميا موري بحال يعني تراكات بزاف يعني. في 2017 كان نيفو طالع ماشي راه في كاع الدول العربيه. وي 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 يعني كيبان لك النيفو شويه طاح ليا. لا ماشي طاح، ولكن كيبان لي النيفو وصل للنيفو ديال الراب شابور، كيولي كيبان لك كيخرج كيمشي كيخدم على البوم فهمتي، وكيعطيك تراك والتراك باقي مروج وباقي الالبوم جاي فهمتي. اش بغيت نقول لك؟ باقي تقدر تسمع لذاك التراك قبل الالبوم. الدراري خدامين كيبان لي في البومات ديالهم فهمتي، لي البومات كيبان لي بروفيسيونيل، وراه لي فان ديالهم كيتسناو مثلا بحال ديال حاري فهمتي، بحال ديال المورفين، بحال ديال هذا ديال بوزي غيخرج دابا فهمتي. كيبان لك البومات كاينين اللي ونرجعوا للتويت يعني، واش غتبدا تويت في كاس العالم ولا يعني؟ لا ماشي ما غنديرش تويت، انا واقيلا غندير نيمو اخويا. المهم نيمو ولا تويت يعني، واش غتبدا في كاس العالم يعني لي فان باغي يعني؟ لا في كاس العالم غنبدا، في كاس العالم حيت انا سعيد. شوف انا دابا نيمو علاش درت ولا تويت، علاش بعدت من الانستغرام؟ انا بحال اللي عييت من الانستغرام، وغادي باغي ندير واحد البلان لي جديد، كونسيبت جديد، باغي ندير كونسيبت ديال فيفا، لعب فيفا وكذا وباكاجات فهمتي، نهار الخميس وكذا وجيب هذا، وباغي نهبل الهبله ديال فيفا، وما كيتفرجوا في ديك رده الفعل ديالك، وكل نهار ضمن تلعب فهمتي. هذاك الشيء ديال الانستغرام كما قلت لك راه تخلط ليا الزيت مع الماء، كل شيء شي فاهم شي ما فاهمش، انا باغي ما هي راه. بما ان كاس العالم يعني على الابواب، اش بان لك في الشونجمون اللي دار اللي داروا المنتخب يعني، حيدوا خالد وزيد وجابوا الركراك، واش بان لك يعني نقطة ضاربة هذه؟ شوف أولا غنبغي نقول للشعب المغربي ما يفرحكمش هذا الفوز، راه غير الخميسات لكان عنده مدرب وحيدنا وجنا واحد أخر، راه غتعطي في ذاك الماتش، حيت اللعابة كيوليو مرتاحين وباغيين يبينوا المدرب جديد، وكتولي واحد الحلوية أخرى وفهمتي، زياش رجع، راه جاني أنا فوز عادي، حيت بزاف بنادم سمع الشيلي، ما الشيلي راه نهاية جيل. الشيء اللي راه اليكسيس مشى هما مكاليفياش المونديال، كوبا امريكا دارتها الاخره كارثيه، شي اللي بدون هويه راه ماشي شي ماشي اختبار صعب، هذا راه غير ماتش، راه بحال اللي مثلا هي طاحت ولاعبه ماتش، راه طايحه هي، راه لاعبه غير عادي. شنو هما المنتخبات يعني اللي كتفكر تشجعها في المونديال ابار المغرب؟ المنتخبات اللي كتبان لك يعني تستحق تفرج فيها وتشجع. انا اخويا غنشجع نشجع الارجنتين من اجل روح مارادونا، من اجل روح مارادونا ومن اجل ليو ميسي باش يدي احسن لاعب في العالم. كونتارا كيبان لك لي فان ديالك يعني الناس اللي كيحبوك يعني، انت درتي واحد القاعده جماهيريه يعني اللي ولا الناس كيدعوك بهاد التلقائيه ديالك بهاد الاسئله. ناري طاحت هذيك ال باغي خليها تفو مصيبه اصاحبي، كره ضربت شي واحد راه علاش نايت ليش؟ كمل محلي ما طرا والو، كان الوالد طلع لي الدم قبيله، طلعت لي الكرسي طلعت الفوق الصح، كمل الله يحفظه صافي. يا ربي السلام يا ربي السلام. يعني شنو كيبان لك في لي فان ديالك؟ واش كتحسبهم الناس اللي كيفهموك، واش كتحسبهم يعني بحال خوك كما كيقولوا؟ لا شوف بالنسبه للي فان ديالي انا عارفهم كاينين بزاف وفهمتي، انا واخذهم بحال المدرسه، بحال انا واحد المدرسه تجي تدخل الاول الثاني تقدر تضوبل، حيت كاينين بزاف العالم ما كتعرفوش، مثلا غير واحد البلا اللي هو بسيط تكون بارك في داركم وتقول او اليسا اش يكون كيدير دابا فهمتي، هذا راه عالم اخر، عاد تزيد كتشوفني لايف وكذا كيفاش كنتحرك وكيف فهمتي، واحد هاد السين اللي جبت انا للمغرب راه باقي ما جايش، راه باقي كاين في امريكان وكاين واحد ما كيدير والو انت كتبعو
عطيني دابا شي واحد ما كيدير واخا كلهم ما كيديروا والو في داكشي اللي كيديروا ولكن غير ما كيدير حتى كونسيبت الانستغرام ديالو ما عرفتش شحال فيه كتدخل ما كتلقى داير لا جيمايل لا جيمايل غا غادي على الله وتطلق في اللايفات وكذا راه هذا بحال داش وقربوزه او سميتو يعني امتى غترجع اللايفات في انستغرام واش غترجع ولا مقيش غترجع انستغرام الانستغرام عندي فيه بزاف الدراري مساكن ما عندهمش تيسكنوا في سلا تيسكنوا في كازا في سيدي مومن في جديده في خليبقا شي دوله عندهم غنجمس انا ما نقدرش دابا نمشي والقطان كيما قلت لك ديال السفينه واخا السفينه غادا كتغرق كيهرب كيبقى فيها حتى يعتق اخر واحد ما كيمشيش ما كيتخلاش على داك اللي غادي معاه اللي مبحر معاه هادشي علاش تيك توك ولا نيمو ما عمرو ما غيكون حتى نشوف شي حل معاهم ربما راه دويت مع واحد السيد حيت هي الشركه سعيد شينويه الماناجر المغربي اللي جات معايا دخلني ابيل فيديو مع الشينوي بديت ديو الشينوي في طوكيو بديت ديو انا وياه كذا كذا انا قلت له عندي مشكل هذا الشيء قلت له راه غنبدا معاكم بسم الله قلت له غير عندي واحد الدراري تيديروا نجمه سته ميمو فهمتي قلت له ما غيقدروش يدخلوا يتفرجوا فيكم قال لي نقدروا نديروا لهم ميمو لايت هاد نيمو لايت هو بحال فيسبوك لايت كتدخلوا كتفرجوا في داك نيمو لايت غير هي الكاليتي كتكون شويه ناقصه بحال اي بي تي في وبحال كذا واحد اللعيبه نيمو لايت كتيليشارجي واش من بلاي ستور ما نقدرش نمشي بلا بيمان كاينين باجات بزاف في الفيسبوك وكاينين يعني حسابات اخرى من غير الحساب اللي عندك في فيسبوك كيبارطاجيو فيديوهات فيديو باقي خدام كاين ربما اللي كي يعني كيسحب ان راه عندك باج في فيسبوك كتلوك الفيديوهات ديالك ما ساليش داكشي شي ما بسيديش لديك الشيء ورا انا كنت فرج في لايف وكنهبط الفيسبوك كنشوف سكرين كنقول حتى شنو فهمتي كيفاش طالع هذا اللايف ماشي عليا كندوي على هذاك اللي شفت كنقول شو دابا سيدي اللايفات وكذا انا ما كيعجبنيش داك الشيء اللي كندير اصاحبي واش فهمتي اش بغيت نقول لك بحال مثلا دافيد شوبر كيف مخرج ديال الافلام ديال الخلعه وهو كيتخلع فهمتي كيف؟ الفريد هيتشكوك تا هو هو تا انا قلت لك دافيد شوبر كيف هو داك اللي كيسحر ياك هو داك السحر اما الفريد هيتشكوك المخرج هو كيديرهم وكيخاف منهم انا بحال داك انا ما كنقدرش هضره حتى دابا كتكون معايا بزاف المرات في الزنقه كتطلق لايف كنت دابا شحال من مره كنتي معايا في الزنقه ديما شحال من واحد كيتهرس لي نيفو ورا بشحال يقد شحال من نيف كيتهرس ما كتكونش واخد راحتك في ديك الزنقة الواقع بنادم باقي ما باغيش يتقبل بانني انا راني فنان انا فنان كتدخل دير لايف املاتي كتدخل كدير لايف كتشوف الشو ديالك كتخرج ماشي غتلاقى معايا في الزنقة غتقول لي ايليا زير ليا مدرسة المشاغبين عادي الامام داكشي انا راه عادي هادشي تلاقى معايا في الزنقة السلام تصور مرحبا الله يعاون ماشي تلقى كذا ايليا زور اذا جاك شي عرض يعني كممثل يعني سينما ولا شي فيلم مغربي ولا شي سيت كوم يعني في رمضان واش تقبل؟ في السطح واه غيجيو عندك السطح حيت انا عارف القواله اللي تقدر تخرج من السطح وهذا دابا تكتب السطح عادي ياك شو الحوايج ما منشورين انت واش دابا كتشوف هذا السطح سطح عادي راه ما عادي تمشي كيف اي سطح دابا غتطلع غتلقى هكا غتلقى هذا في جبوب الشيبي غتلقى الشخصيه راه انا اللي حولت لهذا السطح لهذا الشيء اللي هو فيه اصلا واش فهمتي؟ راه الدار عندنا حنا مبنيه على شكل هرم هذه هي النقطه الاعلى فيها النقطه اللي فاضت الكاس النقطه اللي فاضت الكاس حسن نقول شي فيلم شي فيلم اباحي فيلم كما كان اش من اباحي فيلم مغربي سينمائي مثلا بحال دريس الراف ولا واش تقبل دريس الراف عندي شحال من لقطه عاود هذيك كون عطاوك الدور دايره 99 مره حتى الاخر كيقول لي مغلط باش يعاودها لا تعرف عليك فيلم مثلا سينمائي فيلم سينمائي اذا كان بحال كازا نيغرا في داك الشكل في داك الهيئه اي اما ولكن التصوير ربما غيلقاو معاك موش غيلقاو معايا مشكل حيت انا كنتصور لقطه وتهرب وكبر كل باجيو بحال باجيو فهمتي نقدر مثلا نقول لهم التصواري بدات الاولى الخمسه تنت معجن ولكن غنعطيهم القواده يعني انت كتبان لك ان الا بغيتي تقبل شي عرض شي فيلم ولا شي سيت كوم ولا هذا يعني بحال انت اللي
نقدر عاوتاني بحال الممثل هذاك اللي مثل هذاك جاد فادر العائله هي كل شيء بحاله نفس الشخصيه هذاك. اقسم بالله مثلا في شي فيلم العراب انا في شي فيلم نقدر نغير لك انت يا كاتب انا نغير لك الكتابه نقول لك لا راه من هنا راه الباب يكون لهي ندخل لك في داك الشيء ديالك انا في القضيه كندخل المخرج في داك الشيء ديالك يعني انت تقدر تقبل شي فيلم ولكن كما قلتي تدخل ندخل في يعني في القضيه ديك الوجود ديالك ضروري ماشي المخرج اللي غيعطيك اللقطه وغيكون فيلم واحد ومن وراه ما غيكون حتى فيلم غتشوفوني بواحد الشخصيه هذيك الشخصيه اللي غتسالي بها حيت ما يمكنش تشوفوني في شخصيه اخرى انا بالنسبه لي الممثل الواعر هو اللي مثل فيلم وما بقاش مثل شناه في شخصيه واحده صافي حيت صعيب مثلا انت دابا تشوف دريس الروخ مره دايره كيكربل في وحده مره بوليسي مره سمسار مره نصاب وما بقاش انا ممثل هذا غنبقاو نشوفو فيه هكا الدور عندي انا في الفن هو مثل فيلم ودور في حياتك بحال هذاك مثلا ديال كازا دي بابيل هذاك المضادر هذاك لا مثل شي دور اخر غيجي معاه ما غيجيش معاه الطبعه ديال البروفيسور انا كنوصف الممثل بحال العقرب كيلوح السم ديالو كيموت الا واحد مسكين الله يرحمه الا واحد الله يرحمه البسطاوي كان كيمثل ديما عنده دراري ودريات هذاك دور واحد هذاك الشيء علاش داك الفنان الله يرحمه مقود هو علاش ما عندكش يعني علاقات مع فنانين مع ربما تقدر توصل شي حاجه يعني ما كنجاوبهمش اخويا يعني انت باغي تبقى سيد على راسك لا ما كنجاوبهمش فهمتي انا نتامل كل دقيقه صح مثلا غديني دابا مثلا واحد الراديو قالوا لي جي ما جاوبتش الياس النمر ديالك بغينا نجيبوك نهار الثلاث مع 8 الصباح معاش كنعس انا ساهي مع 8 واش انا نعس ولا غنمشي عندو كيما قلتي يعني خاصك تفرض انت اش باغي غنمشي غنبقى نتامل فيهم في النعاس اش جامع يديك واو تا الكازا سعيد 8 الصباح الساعه خاصك ديماري سير فطر شحال ديال الجهد طلع للطوبيس هبط عندهم كيبان لك انت كاينه كوميديا في المغرب يعني في شي كوميدي كيبان لك يعني يستحق هذيك اللقطه يا صاح رفيق كان هذاك التونسي هذاك اللي كنت لاقاه معاه في قهوه الاندلس نبيل هذاك يستحق يعني واش كيبان لك كاين واش كيبان لك كاين يعني كاين كوميديا في المغرب وكاين كوميديين ولا كذا شوف انا 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 كيجيني الكوميدي رئيس حكومه هذاك عبد الحق بن كيران بن كيران هذاك كيجيني احسن كوميدي داز في تاريخ الكوميديا المغربي كيبصح كيدي لك وكيضحك فيك فهمتي كذا بالنسبه لي ما كاينش كوميديا في المغرب ومازال ما عند الكوميديا شي حاجه صعيبه ساهي عند كوميديا اول حاجه خاصها تكون فك بالخصوص دابا طالع واحد الجيل يعني فايق سمع هادشي ديال جيل اجيال لا سمعنا ساهي دابا باش ماشي اي واحد غيضحك فهمتيني لا صعيب صعيب ماشي اي واحد غضحكي بنادم طالع ليه الدم ما عرفت فين وي 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 يعني هذه ما كنوافقكش الراي وي وي هذه يعني هي اللي خلاتك ربما انت راه كنسول فيك انا وافق ولا كاع ما تترافق انا يا دابا ما موافقش على الشيء اللي قلتي ونسيت وانا الشيء اللي قلت انا بسمعني سعيد باش نوضح لك الله يحفظك الكوميديا شي حاجه كبيره كوميديا شو الكوميديا اول حاجه اش كيبان لك في الكوميديا خلينا ندوي وخلينا ندوي جمال الدبوز واش كيضحك خلينا ندوي كيضحك مبابي وكيضحك خليني نكمل لك شوف تعاطف معاه معوق دابا حتى حتى الشيء غالي بحال هكا راه غتعاطف معاه حتى هو راه معوق كوميديا راه كيتعاطفوا معاه ولي رافع بيا شي دعوه محيده هذه نقطع هذه نقطعها راه كيعرف المالي كيضحك حك هو ضرب لي ديك النار تيضحكوا كوميديا خليها اش كوميديا اسمعني خلينا نكمل اي ولي دير لي شي كاريته صافي تحياتي للدبوز كوميدي معك ديما خشيد غنخشمو الحلقه بالسؤال لا حتى لا باقاش نمشي ما هبطت ريع وليدي طلعت طلعت راه نديرو فيها ساعتين كمل كمل اغريسيف ناخذ بريك ناخذ بريك ونخليو كاميرا شاعله عادي اجي ناخذ شي بريك شويه نتمشاو صاحبي ايوب الله يحفظك الله يكبر بك صافي كمل الساهل صافي جيت واحد السؤال سولتك قبل ما جاوبتينيش عليه واش عقل الاول الله يطلق عندنا الجزء الثاني المونطاي وغنديروا الجزء الثاني ايه غنديروا اشهار في المونتاج منين بغيو نديروا ما بين هذاك وهذا غنديروا اشهار ديال اللي نبيت
فهمتي خاصك تكون قلتي لي بشي لا نبيه زعما انت غادي وانا نقول لك خويا فين غادي تقول لي غادي نقمر نقول لك وباقي كتشاهد مول الكوطي واك سير قمر لي نبيه قمر من البيت وتقول لي اواه وغنبدا نشرح لك ناخذ شي 5000 درهم من عند السياحيه خاصك تكون قايله لا تاع اللوحه وغنعطيه ولدو كيتبعني تا كمل كمل صافي كمل قول الجزء الثاني وكمل قلت لك اول لايف طلقتي واش عاقل اول لايف طلقته كنت طلقته بعد ما دخلت واحد الورقه في كوتي سبور ديال ارسنال حط الرمان ديال ارسنال خارج عند ليستر سيتي كنت ديال ارسنال تربح وربحت دخلت فيها 2000 درهم في كورونا وانا ندير لايف طلعت 200 كنغوت وكنشطح شويه بقيت درت فيه اللايفات شويه واحد خونا ود وجده طاقاني في واحد اللايف ندير واحد خونا في اوكرانيا سكرين تشوفوا شي 27 ولا نطلع معاه بقيت داوي معاه كان قلت لي بوكي يبيع الزريعه قلت لي هادي وكنعاير فيه هو كيرمرض الغد عاود طاقاني في لايف اخر ديال واحد الدري سميتو الموتشو طلعت حتى بقيت كنتمرقن به شويه كذا اللايف 1000 2000 بقيت كنطلع اقسم بالله وداو يحسوا بها الدراري الاولين والله تبرعوا داو القواده ديال ميسي 2013 اصاح هادشي كنت كل ساعه طالع في لايف النهار كله لايفات كنطلع مع هادي صمصم كتكون في الصباليون كنطلع مع هذا موتشو في الصباليون وكنضحك ونطلع مع سيمو تي جي في سكرين في قطر عرفتي خريه ديال الضحك دابا صافي تحرمت من هادشي دابا ماشي غيت ولكن سعيد رونالدو ودوزها وقيتها وصافي ولكن اما بعد تقدر تولي مدرب انا غنولي مدرب دابا في فيفا وبنادم غير يولي يجي فيفا وتبقى مواكب غادي مواكب واش باقي كتواصل مع غيزلان ولا داكشي غير لايفات واش يعني غيزلان الدريه ديال الميريكان طلعت معاه واحد النهار في لايف ماشي 12 ديال النهار نهار الجمعه هي في بيسين كتشرب وانا كنطلع هي ضربت عليا زوين بقيت كندوي كذا وكنطلع نضحك انا وياه في اللايف وكذا وهادي الغد عاوتاني طاقوني طلعت معاه بقيت شويه صيفط لي ميساج في نمره الواتساب ديال زعطات فيا فهمتي خديت النمره بقيت كندوي معاها من تما بقيت مره كنطلع في لايفات وهي كتقول لي حبيبه انا كنصحابها بالصح وكذا وهادي هي كتصحابها انا كنصحابها كتضحك وهي كتصحابها راه بالصح فهمتي كيفاش بقيت كندوي معاها مني منك دابا جات المغرب قلت لها جي عندي لوطيل ديال ايبيس ناخذ جوج شومبرات وشومبره كذا وشومبره كذا ندخل انا وياك خافت شومبر من دراما وفودكا شومبر من دراما وفودكا قلت لك خافت قلت لها صافي اوكي قلت لها جي نديرو شي قهوه قلت لها نديرو شي قهوه انا كوبنهاغن انت راه خاصني جيتي خاصني يعني راه باغي انا باغيك انت وهي قالت لي جي نديرو هي دابا كتحملي شي كوبنهاغن فريت فيها كانت كتعرف كتبغيها وهي باغت لي زابوني باغا لي زابوني واحد بنت القحبه منا ما كان هذيك راه باغا لي زابوني هي يعني انت كاش تبان لك يعني باغا ارقام اه وانا كنت سكنت صحابي باغا ما بغيتيش على الكلمه وما اش بيني وبين فينا انا راه مخي طاير صاحبي واش انا عاقلت على غير عاقلت اش كلي الداب هذا رمال من جنه يعني صافي تكروا على لا جنه في خبارك رجعت كندوي معاه مؤخرا ياك ماتت ياك كان حازق هنا اه جنه رجعت كندوي معاه واش اها جنة عنده واحد الفضل كبير علاش علاش قلت هذا الفضل كبير يعني تحط عنده واحد الفضل كبير حيت كانت سبب باش دخلت لهادشي ديال الانستغرام حيت انا ملي شفت كره مشات وشفت جنة مشات قلت ها راه ندخل نجيب الفلوس من الانستغرام وفي ليا نزار والملولي وبان ليا هي فاش دخلت ودابا رجعت كدوي معايا دواش معايا بنت عمتها من الكونت ديالها في 2014 قالت لي ماتت بالضحك قلت لها راه ايلياس هو مات بلوكاتني دازت شي عام عاودت دي بلوكاتني دواش معايا هي جنه قالت لي كيدير يلاه خرج من السبيطار تختنا مع الجنيه باقي ما عرفتش دابا رجعت كدوي معايا باقا باقا عندها انستابليه دابا كتحملها رجعت دوات معايا راه كنتصالح نصاحب معايا ما عرفتش فين وصلت زعما ماشي فين وصلت في الفلوس في العقل في التفكير انا هربت على ديك انا دابا تجيب لي كونطرا ديال فرنسا ما نمشيش علاش صافي انت مشيتي انت جيتي يلاه شنو مستقبل ربما ومستقبل كل بغينا نديرو هنا من تويتش ومن طليف في تيك توك راه درت فيه 3 لايفات دخلت فيه مليون علاش ما كملتيش
ماشي ديالي يا صاحبي. واش نبدا نطلع مع مرا انا مطلقه في فرنسا كتعجبني انا كنتامل فيها، فهمتي؟ انا باغي داكشي يكون فيلينغ صاحبي. الهدف ديالي ماشي الفلوس، الهدف ديالي ماشي الفلوس، الهدف ديالي هي تكون الفلوس وما عندي من ندير بها، فهمتي كيفاش؟ تكون بحال اللي كتقول مثلا انت راه عندك فانيده الدرس واخا قبل ما تضرك الدرس، فهمتي الهيت؟ انا غير غنبغي بحال باجيون نطلع ندير شي فيلا في شي جبل ونبقى عايشه مع الغنم ديالي وعايش كذا والخدامه والناس عالم اخر. ماشي الهدف هو الفلوس، الفلوس هنايا صح. انا دابا شحال عندي في السياسه ساعه؟ 3 مليون كود برومو. شحال عندي فيه؟ 3 مليون ديال الجزائر، 3000 درهم، 3000 درهم اصاحبي، 3000 درهم، 3000 فهمتي؟ 3000 درهم عندي. هاد كود برومو شحال يدخلني فيه؟ 800 درهم. كنت سال واحد خونا 1000 ريال بي سي جيمر، عرفتي شحال؟ 2,40,000 فين هي؟ وسولك حتى فين؟ انت دابا قلتي داير اشغال لينا بيت ولا نبي شحال كاينش؟ ما كيلعبوش يعني انت كيلعبوش بحال اللي كتقول، بحال اللي كتقول مثلا هذاك الشيخ العماري داير كود برومو وهو متبعين ولا الحياة، حتى واحد ما غيلعب لي راه انا واقيلا هذو الحياة، فهمتي؟ حتى واحد ما كيمشي يلعب 800 درهم 900 درهم نقول ليه خليها الشهر الجاي فينا وجهي باش نجيب 900 درهم من السياج. والمدخول الوحيد هو هاد لينا، المدخول الوحيد هو هاد، يعني ما كاينش شي مداخيل اخرى، يعني شي بلايص، يعني كما كنقولوا شي بلايص. لا عندي خدمتي انا سعيد خدام. لا ابار الخدمه حنا داويين على هادشي ديال، لا انا حنت عايش بخدمتي اكثر حنت انا كن بحال دابا انت هادشي كديروا فابور، يعني مقارنه مع شي وحدين كما قلتي ما كيديروا والو دخلوا فلوس، انت يعني بحال كدير هادشي فابور. سعيد انا نقول لك واحد الكلمه، انا ربما الخدمه ديالي راه غير ساعتين تدخل لي 15 يوم في لينا بيت، راه عندي خدمتي انا راه اجو اون سي بي. كانوش عارفين الدراري، ربما باش يعرفوا الدراري وكذا، راه اجو اون سي بي كنخدم ساعتين في النهار، السبت والحد ما كنخدمهمش، راه اجو اون سي بي راه كندخل حتى 6 مليون في الشهر، وهذه راه غير شخصيه كنبغي نبينها لكم، ولكن انا راه مع 3 الصباح كيجيني الترونسبور وكنمشي 6 الصباح كنجي ساعتين عندي في النهار، والناس تما ما عارفاش شناهو خدامين انجينيور اجون اونسيب، شي كتخدم غير كلافي بيرو ديالك كتطلع في حالات والناس ما عارفينهاش. انا هادشي سعيد ديرو غير على قبل شي دراري كندوي بلسانهم، حتى ما عزيز عليهم داك التمرقين، عزيز عليهم داك المود ديال ما كدير والو تمعجن مع الصفحيق خدام سعيد. ربما كاين شي دراري ربما تبلاو المعجون بسبب كيقولوا براش، تبلاو المعجون بسبب البراش، انا يعني ما تبانش لك هذه شي نقطه سوداء، يعني باش واحد يتبلع على يعني على طريقك يبقى غادي يعني ما يعرفش يسير راسو. انا شي عام واحد كيقول هذوك اللي تبلاو المعجون بسببي، قلت لهم هذاك راه ماشي معجون، هما قال لك لا معجون، قلت لهم هذاك راه ماشي معجون، قال لك لا هو معجون. دبر راسكم، هذوك راه غير عشوبه ساهي لكل داء، عشوب ولا ماشي عشوب؟ لكل داء دواء، دواء هو العشوب، وربما راه الدواء ديال الديبرسيون والدواء ديال بزاف د الحوايج والارامول والبادامول وكاع داكشي اللي كيبوق راه كاين حتى عشوب ديالهم. انا صوبت عشوب ديال درانامول، وليت كناكلو عشوب. تصاوبو من الراس تحميره، راس حانوت كنصاوب الكويزه، والله وكنتبخ داكشي ساعتين وكنشرو وكناكلو عشوب كيكالميوني، حيت انا انسان مريض، حيت انسان اللي مثلا اللي المره الاولى كان كيلعب كره باعتراف بودربله وباعتراف لكاع النجوم اللي دازو القدام شافوني في القدم الذهبي كي كنت كره اللي دوزت وباش ما وصلتش في كره، هذه راه ضربه الاولى للحياه كتعطيها لك بوك. كان عندك حلم، اسمعني كمل، جا حلم فجأة كتلقاه تبخر مشى، وهذاك الحلم اللي كنتي عارفه انت ما كنتي كدوخ بحال اللي كتقول مثلا دايخ في دايخ صمكت مشات لك كرة بق 2014 جا الحلم الاول ديال الدريه اللي كنت صاحب معاه في فرنسا، كتقول لك غنديك غنديك كذا، جي خطبني دير ليا كذا، هادي شويه خوك يقول لا لك ما تاخذيش، بوك الحياه عطاتك. انا مني بان ليا هاد الجوج ما بغاونيش شفتها بانت ليا الانترنيت تلاحيت فيها، فهمتي كيفاش؟ دابا كتدخل منا واحد البركه وعايش بها. السبب اللي خلاك تحبس الكور واش شي اصابه؟ السبب ربما انا كنت كنقول شعوذه ولي كريكري ديال شعوذه
حنت الرئيس ديال الخميسات مني انا كتحبس مع الرشيد غادي البركان قال لي يا الياس راه بغيناك في الخميسات كانوا باغيين يطلعوا هذا العام كان عندهم باتريس ندا وكان عندهم هشام الفاتحي وكانوا عندهم بزاف ديال اللاعب ابرباس انا لا ابرباس كان في قنيطره هو بورواس انا غادي البركان هو قال لي اليوم اخر عراضه غنعرض عليك هذا حط لي شي ماكله كليتها الشعواده داك الشيء تخطيت شي حوايج عند قيلش ما بقيتش كي كنت هي باش جيتو شدني اكتئاب ديال داك اللاعب اللي اعتزل ديال اتلانتا إيليش جاني اكتئاب ديالو في الكره ما بقيتش كنحمل الكره عرفتي بحال شي مره كبيره الكره جايه الدراري يقولوا لي لو حليم كلو حشليم الجنون الكوري على الكره فهمتي ما بقيتش كنحمل الكره انا صافي وبعدت من الكره الدريات هي كذا وادي وادي بقينا الانترنت الحمد لله وترك تكون معايا كتشوف الخير اللي كندير وديك باتستر ديال اللي خديت لهداك حدابيم البارح وبنادم اللي كذا فهمتي مول الباركين كتعطي الكذا الناس ما عندهاش يجيك ابو كارديو ترك تكون معايا وكتشوف هادشي وهاد الخير هو اللي مدفق عليا فهمتي اش قلت لك قبيله اش كنا طالعين قلت لك نمشي نشري 1000 درهم نعطي للوالده ولا لا والدينا دوك راه مفروض علينا شي شي حاجه اللي مفروض افرضنا الضريبه على البراش راه مفروض شنو هي النصيحه اللي كتقدم الدراري يعني اللي كتبان لي يعني الكره يعني فواحد الكادر يعني المستقبل ديالها لا 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 غلط 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 هذيك راه ايدين هازارد اخويا ما كانش دايره راه نيمار وما دايرهاش كره راه تقدر توعد تفرك بك اخويا ما تقاش تحبسها ديما شوف لك اخويا جوج طرق راه في الحياه كيقول لك شوف لك جوج طرق شوف هذه وشوف هذه وتخيل معايا كما قال هشام اللي ما عنده قلبو الزمان غالبو اللي ما عنده قلبو الزمان غالبو انا كنمشي جابك مشى جابك كرسي من الفويخر هذاك واه مثلا ديروا لي في قهوه في فويخرة مثلا في الحياه انتوا لي يعني وشنو هي الكلمه يعني من ختمو يعني الكلمه اللي تبغي تقول لي فان ديالك شي كلمه يعني لي فان ديالي كنقول لهم كنحترمكم على حاجه واحده هي بانكم فهمتوا الكونسيبت وبان واحد المده ديال عام كتلقى شي مشاكل يعني من مثلا كتعاير شي واحد ولا كتعاير مثلا شي درب ولا داك تلاقى معاه واش كتلقى معاه شي مشكل لا لا العرض بنادم متغلب على الشوك ديال شيفك بقى ماطلي الدوله لا دراري يعني باحترام بكل الادب لدرجه واحد الدراري واحد النهار ضربت معاهم ثلاثه هما ضربتهم حل لي جوج منهم هنا بموس الموس ديال احمد السقا اللي كان عندي حليت جوج منهم واحد هنا واحد هنا ضربتهم بقروشي تلاقيت معاهم ديك النار عنقوني وكذا وادي والياس وكذا بيس كاين احترام ما كاين ريسبي فهمت كاين ريسبي كبير خصوصا من الناس ديال الجديده هنا الناس ديال السوق كتشوفوا انه واحد الضماد عندك في رجلك السبب هادي 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 ديالك هادي ضربت مع واحد الدري ود كازا شي 4 جور دابا شي 8 ايام في تويتر نجي عندك ما نجي عندك قلت لي جي بيان فيني مع 3 الصباح خرجت عنده غادي مخدم ارتيزان مخدم في ودني وغادي فهمتي غادي كان خونا بان ليا وسط سبيس مدي معايا يدي هادو لعيبه خونا وقف خرج الطوموبيل جبد جوج بيرات الاولى درت لها جاكيشان طاحت اللور الثانية فان دام ضربني ضربني في راسي هنا تفرتكت هو السلاح مشى لي بحال شي دري عطيتها جوج قرطاسات تيرت هو تما غادي يهرب انا تما غادي يهرب انا ولا نزلق عليه بوا بوك لا كمات وجهو قصر شوري كله ودار عملية هنا سبعة الخرزات انا دخلت لي جاجه كبيره قد كل رجلي مشيتي معايا ديك النهار درت العمليه 19 ساعة الدكتور سعيد الدكتور سعيد القصيور 19 ساعة في العمليات ولا لا 19 ساعة مساوني راه نص ساعة راه ما مشيت بقيت نعس تمعجنت نعس وهي راه نص ساعة العملية راه انا بقيت ناعس بقيت ناعس داروا لي عملية وجيت انا نسحب راسي ساليت نطش خلاص بالالمان يا ديك صافي ضربت معاه خونا خسرت لي كمارتو بابوليسي بابوليسي فين في السوق؟ وانت في كازا انا مواطن اخويا احمد السقا
مواطن مصري جنب الحيط فهمتي غدوي معاه غادي يجيب لك با غادي يدخلني اخويا 60 ده يا صاحبي وانا نغيرها صافي تبقايش دويش معاه من عندي دابا الفيديو نوريه لك وريته لك وشوف يعني وريته واقيلا الاخر عز الدين انت كنضرب فيه مشيت جبت الفيديو من مواطن مرحبا اللوحون تلاح في الحبس با بوليس يا صاحبي عصابي علاش درتي فود الفيديو كاع درته اخويا باش نبقى انايا نريح نفسي قدام يا عم ماشي الدم يعاود وحتى الدم عندو ما يعاود ضربت مو دوختو ما عرف راسو فين هو صحيتو ولقيت من الفيديو وبغيت كما قلت لك يعني قدم كلمه للفان ديالك واش او انت غطلق لايف حاجه الناس راه باغا تتفرج في اللايف ديالك دابا نيتو واش اللايف حابسينولك ولا انت اللي حابس لا اللايف انا انا ما كنديروش ما حابسينك شو لا ما حابسين كلشي كيقول لك حابسك مول انستغرام مارك زقرب لا ما يحبسنيش هو حتى يعني الجمهور ديالك ما مولفش هاد الغبران سعيد راه كنت غادي تخلط ليا الزيت مع الماء راه وليت كندير لايف كيطلق فيه 19000 مزيانه كيف مزيانه اخويا البوزيكا ومزيانه داك باش يبدا يطلع في هذوك الدريات ويتخلص من عندهم انا اش غندير قود بها انا راه غيجيني اوسخ الدنيا يجيني هذاك اللي غيقول لي فو عير عير في مول الضحكه ضحكتي عليه فو هذوك اللي ما فاهمينش انا ما عندي من ندير بداك الشيء صح ما بغي العالم ديالي ندوي نضحك نضحك على اللون نضحك على فاميليا راه عكرت في الفيديو الاخر شي عكرت ولو عكر وات انا ماشي ولو راه ماشي ولو ولو راه اكثر من ولو واخا تعكر واخا تعكر واخا تبيع القنينه عكرات ودارت فيديو مزيانه لبزاف الناس هذاك الصابيري ود القيد ماشي لي مارك المنتخب صابيري ود القيد هذاك اللي في مراكش مزيان انا كندير لها اشهارات اشهار ديال القمر كنديرو وان اكس باش كنديرها لينا بيش كنديرها باش تقول لي يوتيوب ولا شي حاجه اخرى انا داك الشيء ما كنديروش اخويا الساحل نختمو الجلسة سعيدة ما دويتش معايا واقيلا على على البلان ديال البولفار حتى ما راه الشمس مشات ما كاينش الضو فينا كيفاش ما كاينش الضو كاين هابولا 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 غادي ما دير والو البلان ديال البولفار و البولفار غتمشي حتى للبولفار تفرج البولفار كنت غنمشي انفيتيس الشوفال جاتك انفيتاسيون والله جا جاتني انفيتاسيون علاش ما بغيتيش قالوا لي تغني مول الشيخ قلت لهم شحال دايرين قلت لهم هذاك مول الشيخ كنطلع به الشوكي 27000 درهم قال لي لا بغينا نجيبوك ابو اسحاق كيفاش بوس تيسحبوني بحال ابو اسحاق بغاو يجيوني نتصور مع الرؤون الستوريات فهمتي انا بلا انا في المخطط ديالي بانني نجي ديبالا نطلع بحال هكا الشوكيس ونبقى داير بحال هكا نبقى نشوف الجمهور ديالي وكذا وما نقول والو نبقى نضحك وكذا ونهز ميكرو ونقول لهم ستريم في تويتش نهار 7 سبتمبر فهمتي ونبداو نخوتو انا ماشي غنمشي ابو اسحاق ولا غنمشي الصابيري ولا خاصني نمشي انا صامي شوكي كنتي غتحضر شي شو في ايموزير كنت غنمشي عند جواد ولكن ما عاد قال لي طرا شي بلان قال لي دابا قال لك الضو ما كاينش فهمتي رمانا مالي لا والله الا ما عرفت اخويا ما عرفت حنت انا على ما قال لي واحد الدري صاحبي قال لي راه واقيلا الضو ما كاينش في ايمو الجزائر ولا كاين غايدير داك الشو غير بوز ربما ما كاينش بوز ما كاينش ورا في خبار هاد البلان راه كنت غنمشي انا هو كون مشيت كنت غنقود معاه كان جايب حتى فاميليا وغيجي غيبغي يصالحك مع فاميليا ويسحبني مخاصم معاه فهمتي ساعه دار فيها الله خير دار فيها الله خير فاميليا ما بيني ما بينه والو غير بحال شي بدربكم شي عادي احترام ما باغيش نتلاقى معاها ولا تلاقينا حتى مع اكرام الدغ ونختموا الفيديو شي كلمه اللي فان قبل ما كلمه الدراري كلمه الدراري الناس اللي تيتبعوني الكلمه كان هاد الكلمه راه كبيره فهمتي راه كبيره باش تكون كتبعني راه كبيره عزاز عليك ماشي عزاز عليا انما واحد العالم اخر فاهمينه هما كتشوف واحد يوميا فين هادشي اللي كيدير دابا ستوريات وهادشي انا ما عارفش قيمه هادشي
في خبارك احسن فيلم ادى جائزه الاوسكار 10 المرات ديالاش الجوكر. علاش كيدور؟ كيدور على واحد خونا شدوه واحد الناس وحطوه في واحد الجزيره، وديك الجزيره فيها ممثلين وداروا ليه كاميرات يتبعوه، والناس كتفرج فيه من خارج الجزيره، هو ما عندوش هاد القناه وما متبعش، وكيعيش حياه طبيعيه والناس كتفرج فيه. 10 المرات كيدي الاوسكار. راه انا كنوصف هاد البلان راه بحال هاد بحال داك الفيلم، هادي راه شي حاجه كبيره، راه الناس ما عاطياش قيمه، كيتبعك داير لايف، فهمتي؟ اش درتي اليوم؟ كتقول لي مشيت لكازا، كتحس براسك فيه. وي وي وي, 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 وي. انا كنقدس هادشي اللي كندير، انا هادشي اللي كندير كنقدسه، شي حاجه مقابل باش تعرفني فين وتدخل لي في حريتي الشخصيه. عرفتي داك الفيلم تفرج فيه، خرج في 1984، من انجح الافلام، وهذا هو الحلم ديالي، فيلم اللي ندير يحطوني في شي بلاصه وانا اني انا نسى، واخا عارفه فيلم غنسى، فهمتي؟ صافي كذا وغنبقى عايش والناس متبعاك، اش كدير؟ مشيتي للمقاطعه؟ فيق حي الدرسه، واش فهمتي؟ وي